السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع مسيلة لنقف على الأشغال نتاع توسعة مطار بوسعادة اللي راهي متواصلة، ولكذلك نؤكد أهمية هذا المطار الذي يقع في وسط البلاد. إذن هو أهميته من الجانب السياحي وكذلك من الجانب الاقتصادي. نخليكم تتابعوا الفيديو في الموضوع واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. سباق ضد الساعة لتهيئة المطار في شكله الجديد بعد توسعة شملت الأرضية القديمة وأجزاء كبيرة من محيط المطار. تكون المطار بمدرج مسافة 3 كيلو وعرضه 45 متر وممر 3600 متر. مدة الأشغال 12 شهر ابتداء من ماي 2023. أهمية المطار أنه تكمن في يعني راح يفك العزلة على مناطق الهضاب العليا، خاصة يعني الوسط والمناطق الشرقية، وسيمكن كذلك من دفع قوي لقطاع السياحة. الأشغال التي تشرف عليها مؤسسة كوسيدير ومخابر وطنية أثبتت كفاءتها على أرضية الميدان بنظام التنوب. إن شاء الله هذا المشروع يكون وسيلة للنقل ويخفف نقل البضائع، المسافرين يجون لنا البسعادة للحضنة اون جينيرال. أنا كمخبر خدمتي مراقبة الأشغال العمومية، مراقبة الجودة تاع لي ماتريو، كاين معايير لازم مقاييس نمشي عليهم، اللي ما نقدرش نديباسيهم باه يكون مشروع ناجح. تهيئة وتوسيع مطار بوسعادة سيعيد للمدينة السياحية بريقها ويفتح آفاقا مستقبلية لإعادة بعث السياحة.